زوجنا خويا هما هما كي ولاو هاو مشتو شتي الفقصه خويا هاي الفقصه هاو ما حوايجنا حوايج الوالده هما البارح فهاد الوقيته فهاد الوقيته جلسنا هنايا ما بينا ما علينا كنتغداو انا وبنتي بنتي هي رجعت عندي كاع ما ساكنه معايا مجوجه ايوا ما بيا ما علينا خرجت تنقد شتا شويه يلا خرجت برا تنشوف داك الشيء خلعني وهربتي وتبعني الماء وتبعني الماء يلا طلعنا للسطح يلا وصلنا للسطح صافي ولقينا الدار كلشي مفيضه كلشي كلشي داكشي مشى مشى التلفاجه مشى الثلاجه مشى الفران مشى كلشي الماعن كلشي غير الدراري صحاب ولدي اللي عتقوني حرجوا الماء تقبوا الطواليت وخرجوا الماء خرجوا الماء شي من الربعه حتى العشيه حتى السته حتى السبعه حتى العشيه حتى يهزوا في الماء حتى يخرجوا وباقي الماء ما خرج باقي الان كاين الماء كاين الماء باقي الان كاين الماء في الدار بنتنا غير في الخيريه في دار الطالبه في الخزن فاش بنتنا حنايا انا وبنتي من 2014 فاش جات بحال هاد اللحظه 12 عام هادي فاش جات حتى ديك الساعه كلشي مشى لينا ولكن ديك الساعه شويه بعدا رقعنا كلشي هاد المره ما بقاش شي حاجه طرقوا عصافي كلشي مشى انا من الساكنه ديال مولاي ابراهيم ساكنين في الدومه الزرو والقضيه ديال سميتو ديال الشركه شوف داخلين من الشعب اللي وداخل هنايا وحنا الدراو جاو بناتي وامي وسميتو والزوجه ديالي كيتغداو هنايا واحد اللحظه دخل اليوم هذاك الشيء من هنايا هاو طلعوا الفوق من الفوق للسطح هذاك الشيء اللي طاري اخويا وكل شيء دار انت كتشوف انت ما كاين لا منايات لا والو لا حوايج لا المهم كل شيء هذاك الشيء اللي كاين لا طال لا عطى الله مشى شنو اللي خسر لكم قاعد في الدار كلشي راه ما لا حوايج لا بنايات لا التلفازه لا كلشي الدار يا هي هذا كتريب جا عندكم شي حد الناس المسؤولين شنو قالوا لكم جا الناس دخلوا هنايا اللي كثر خيرهم ودخلوا هنايا وشافوا هذاك الشيء وصوروا وقالوا لنا كل خير ان شاء الله كل خير ايوا خويا الا هداهم الله يساهموا معنا الله يجزيهم بخير